ان انت تبقى حاجه ضروريه في الوقت الراهن، حيت من الايجابيات ومن السلبيات اللي استغلها الانسان طبيعه الحال في الحاجه الايجابيه راه ضروري منها، اما الحاجه السلبيه تبقى شي بقى ماشي ضروري، ماشي ضروري انك تستعمل. وهذا الشيء هذا هو اللي كاين بالنسبه ليا. وبالنسبه للطومين فاش خدام ما يمكنش نستغنى عليه، هذا الشيء هو ضروري. لا ما كنظنش نعيش بلا انترنت، محال تنستخدم بزاف، تنتواصل مع الدراري، تنهضر معاهم، مع كلشي تقريبا، العائله، تنلعب، تنتفرج، شحال من حاجه يعني تقريبا اغلبيه نتاع الوقت تندوزها فيه. عادي ما عنديش شي مشكل كبير، عادي الانترنت ما دارش، ما يمكن نستغنى عليه في اي لحظه، حيتاش ما كاينش شي حاجه كبيره في حياتي. عادي لا ما يمكنش، لا ما يمكنش، صعيبه لانه تنحتاجوه في الضروريات، ولا ضروري ضروري في الضروريات ديالنا، خصها تفيدنا بشحال من حاجه، فهمتي؟ بغيتي تشوف لي غزولتا ديالك في لافاك، بغيتي تشوف، بغيتي تبحث على شي حاجه، بغيتي تشوف اشنو واقع في البلاد، يعني تعيش مع التطور اللي كاين. صافي نستغنى عليه، ما كاينش المشكل، عادي هو ضروري، ولكن ما نقدر نخدم به ملي نحتاجو. صافي نهائيا ما كنظنش، مهم ما نبقاش ديما نخدم به، فهمتي؟ ديما كل نهار كل ليله، ماشي مدمن به. لا بالنسبه ليا صعيبه شويه بنادم يعيش بلا انترنت، بزاف هاد الزمان كلشي مبلي بالانترنت، يعني صعيبه شويه، صعيبه كتجيني انا صعيبه، ما نقدرش زعما نعيش بالانترنت. لا صعيبه شويه الانترنت، ممكن تستغنى عليها الا كان سميتو الا رجعنا واحد 20 عام قبل، نقدر نستغنى على الانترنت، حيت ما كانتش ديك الساعه لوقت الناس كيفاش عايشين يقدروا يعيشوا بلا انترنت. ولكن مع هذا الجيل هذا وهاد التطورات اللي وقعوا في هذا الزمن هذا، يعني الانترنت حاجه مهمه بزاف، ومهمه بزاف باش الانسان يتواصل. وشحال من واحد عايش بديك الانترنت وخدام بها، يعني الا استغني عليها غادي يعني شحال من حاجه غادي توقف، ما غاديش تمشي في السير ديالها على عادي. ممكن ما كاينش شي حاجه ماشي ممكن، حيت الانترنت بعدا فيه مجموعه من المشاكل. كاين واحد المشكل بعدا في الانترنت هو القرايه، ما كتبقاش كديها فيها. وثانيا كاين واحد المشكل تاع ما بقاش التواصل بينك وبين العائله، بالعائله ديالك كل واحد عنده تليفون، وما بقاش داك التواصل مع الام والاب وداك الشيء. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.